بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن محاضرة فورمولا فيدينج أو بوتل فيدينج. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البريست فيدينج، استكمالا للفيدينج هنتكلم على البوتل أو الفورمولا فيدينج. اوتلاينز اللي هنتكلم عليها، هنتكلم على سيمبل انترودكشن، هنتكلم على الانديكيشنز اوف فورمولا فيدينج، مين هم الأطفال اللي هيحديهم الرضعات عن طريق الببرونة، كلمة بوتل أو فورمولا اللي هي الببرونة. types of formula feeding، أنا عندي فيه types للفورمولا feeding، أنا عندي فيه types وهنتعرف عليها. disadvantages of bottle feeding، إيه هي عيوبها؟ أكيد لها عيوب، طالما حاجة مش طبيعية أكيد لها بعض العيوب وهنتعرف عليها. هنعرف إزاي نعمل فورمولا preparation، هتعرف على techniques of feeding بقى of bottle feeding، وده اكتر حاجة clinical technique، دي حاجة clinical وهتدعم اكتر ان انتوا اخدينه procedures في الكلينيكال بتاع كورس النيرسينج، خطواته step by step، ازاي اللي هو تحضر الفورمولا ازاي وازاي ترضع الطفل اصلا بالبوتل. وهنتكلم على حاجة اسمها complementary feeding او الاسم الشائع ليها اللي هو الويننج، الويننج اللي هو الفطام. هنتكلم على الكومبلمنتري فيدنج فيها يعني ايه، هنتكلم على الوقت امتى هبتدي ويننج للطفل، هتكلم على البرينسيبلز، في شويه عندي شويه مبادئ لازم اكون عارفاهم، هتكلم على ميثودز، هتكلم على الاكلات اللي هديها للطفل عند كل شهر الطفل المفروض ادخله اكل ايه. بداية احنا اتفقنا من المحاضرة اللي فاتت ان البريست فيدينج is the best method of feeding، دي افضل طريقة ودي الطريقة اللي recommended بكل الorganizations وكل البيدياتريك specialists recommended البريست فيدينج. طيب في حالة ان البريست فيدينج unsuitable عندي، غير مناسب للطفل او الconditions بتاعة الطفل، عنده conditions معين او disorders معين يسمح لهش ياخد البريست ميلك، فانا ساعتها هضطر ان انا هدي له فورمولا معينة، لبن معين هديه له عن طريق البوتل، تمام. طيب فبالتالي هنتدرج هنا لايه هي الانديكيشنز، عايز اعرف مين هم الاطفال دولت اللي هم indicated للفورمولا feeding. اول حاله لا قدر الله لو الام اصلا مش موجوده، في حاله الديث مذر، تمام، او لا قدر الله الام عندها ديزيز معين بتاخد ماشي على لونج تيرم ميديكيشنز معينه، والميديكيشن دي بتنزل في البريست ميلك وهتاثر نيجاتيف على الطفل، فساعتها ان هو كونترا انديكيت، زي مثلا الامهات اللي هي بتاخد الكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي، تمام. طيب تاني حاجة بقى، دي حاجة voluntary من الأم، إن هي unwilling to breastfeed، اللي هي الأمهات أصلا مش عايزة ترضع، هي ما عندهاش مشكلة والأم موجودة بس هي unwilling to breastfeed، دي تاني حاجة. تالت حاجة failure of lactation. failure of lactation احنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على lactation اللي هو physiology of milk production، الام ما نجحتش في البروسيس دي، ان هي ازاي تمشي في بروسيس ان اللبن عندها يتكون، او اللبن عندها قليل نتيجه نيوتريشنال ستيتس بتاعتها، حاله الغذائيه مش كويسه، فبالتالي سؤال الام دي انها بتقول لك مفيش لبن، نو او فيري ليتل ميلك، مش مكافي طبعا النيوتريشنال ديموندز بتاعه النيو بورن. يبقى تالت حاله اللي هي فيلير اوف ايه، لاكتيشن، تمام. طيب تالت حاجه حاله الحالات الانستيتيوتس اللي هي حالات الملاجئ، الاطفال اللي في الملجا اند النيرسريز اللي في الحضانات، تمام. طيب بيقول هنا في حالات امهات او اطفال ابسوليوت كونترا انديكيشن تو بريست فيدنج، يعني ايه ابسوليوت كونترا انديكيشنز؟ يعني الاطفال دي ممنوع نهائي ان هي تاخد لبن الام، ابسوليوت يعني نهائي، تمام. زي حالات ايه، في عندنا في الاطفال حاجه اسمها جالاكتوسيميا، ده ميتابوليك ديس اوردرز نتيجه ان الطفل عنده الرجي للجالاكتوز او اللاكتوز اللي موجود في اللبن، فبالتالي مش هياخد اصلا البريست ميلك، تمام. او الام عندها اتش اي في اللي هو الايدز،
أم عندها الإيدز، فالأبحاث قالت إن الأم اللي عندها HIV ورضعت ال HIV هترانسميتد من خلال البريست ميلك للطفل، فده كونترا انديكيتد إن الطفل يرضع عند البريست ميلك. تمام. عندي بعد كده فيه ممكن أدي الأم ممكن أصلا ترضع الطفل بريست ومعاه البوتل، وده الموست كومن اول يومين دولت بين الامهات، حاجه اسمها سبلمنتال فيدنج. سبلمنتال يعني حاجه سبلمنت، البوتل دي او الفورمولا دي سبلمنتيشن كده، حاجه ايه جانبيه كده مع البريست ميلك. الام بص بريست ميلك اند فورمولا الاثنين بيتعاطوا مع بعض. تمام. سوتابل فور امبلويد ماذرز، ودي اكتر حاجه بين الامهات اللي هي ايه بتشتغل، يعني وقت الشغل ما هي في الشغل بتوديه الحضانة او قاعدة في البيت مع حد، فساعتها بيبقى البديل للنوتريشن بتاعته بدل البريست ميلك بياخد الفورمولا ايه ميلك. تمام. يبقى دي كده تطرقنا الانديكيشنز والفورمولا فيدنج. انديكيشن لا قدر الله في حاله الام ماتت، حاله الام مش عايزه ترضع اصلا ان ويلنج تو بريست، حاله ان الام حصلت فشلت في اللاكتيشن، هي ما عرفتش اللبن يجي في صدرها او يتكون في صدرها، حاله الانستيتيوس الاطفال اللي موجوده في الملاجئ او في النيرسري، في حالات ابسوليوت كونترا انديكيشن زي الاطفال اللي عندها جلاكتوسيميا او الامهات اللي عندها HIV اللي هو الايدز، في بقى ممكن اللي هو الموست كومن اليومين دولت اللي هو بيدي فورمولا او البوتل فيدنج دي كسبلمنتيشن مع البريست ميلك، وموست كومن قوي بين الامهات اللي بتشتغل وركينج ماذرز. تمام. طيب بوتل فيدنج او فورمولا فيدنج زي ما احنا شايفين ان هو عباره عن هو ميثود اوف فيدنج، ده اورال فيدنج بيتم عن طريق الماوس باستخدام بوتل معينه، والجزء اللي قدام ده اسمه تيت او رابر اللي هو بالعربي اسمها تيتينا، ودي بيبقى لها مفروض لها كاركترستكس معينه، والبوتل لها كاركترستكس معينه، وده بتاخدوه اكتر ملي في كورس النيرسينج ان ديتيلز خصوصا في الجزء العملي كمان. تمام. طيب ايه هي بقى التايبس اوف فورمولا فيدنج؟ انا عندي في تايبس او بيقول لي في 3 تايبس، في 3 انواع من الفورمولا فيدنج. اول نوع كومبلمنتري فيدنج، من اسمها كومبلمنتري، كلمه كومبلمنت يعني بيكمل، كومبلمنتري يعني تكميلي، تكميلي يبقى تكميلي لايه؟ يبقى اكيد تكميلي للبريست. في نفس الرضعه ان ذا سيم فيد الام بتبتدي ترضع الطفل بريست لحد ما باللبن اللي في صدرها بيخلص، الطفل لسه جعان ما شبعش، الساتيتي بتاعته حاله الساتيتي بتاعته ما اكتملتش، بتكمل له بالفورمولا في نفس الرضعه. مهم جدا يا شباب نعرف الفروقات دي، يعني كلمه كومبلمنتري فيدنج يعني تكميلي، الام بتكمل ايه؟ بتكمل الرضعه. اتش فيد بريست از جيفن فيرست، يعني اول حاجه انتل ات از ايميتد لحد ما بيخلص خالص اللبن في صدرها، وبعد كده الفورمولا از جيفن تو كومبليت فيد في نفس الرضعه. In the same feed complementary feeding in the same feed في نفس الرضع الطفل بياخد الاثنين، بياخد البريست وبياخد الفورمولا فيدنج. تمام. ده اسمه complementary. supplementary رضع ورضع، supplementary رضع ورضع، يعني formula is given to substitute one or more feeds، يعني ممكن ندي الرضع الفورمولا دي اللبن ده اللي عن طريق الببرونة بدل الطفل ممكن مرة او اكتر. where some feeds are completely breast milk، في حالة ان في رضعات، الرضعات التانية بتبقى completely breast milk، يعني رضعات كاملة breast ورضعات كاملة formula and others are completely formula. يبقى supplementary رضعات كاملة formula ورضعات كاملة بريست، كومبلمنتري الرضعه نفسها بتشمل الاثنين، الطفل بيبتدي ببريست وفي الاخر بيكمل بالفورمولا، انما هنا رضعه ورضعه. تمام. او ممكن كذا رضعه ورا بعض فورمولا، زي مثلا الام لما بتكون في الشغل وهو في النيرسري بياخد كذا رضعه في الفتره ديت في النيرسري فورمولا، ولو ما الام بترجع تاخد طفلها بتكمل بقيه اليوم بريست، فده اسمه سبلمنتري فيدنج، حاجه شبه سبلمنتيشن كده. تمام. تالت نوع سبستيتيوتيف. سبستيتيوتيف كلمه سبستيتيوتيف يعني بديل، يعني مفيش بريست، يعني كل الرضعات الطفل بياخدها فورمولا فيدنج. فورمولا ايه فيدنج سبستيتيوتيف يعني نو بريست فيد،
الثري تايبس اوف فورمولا فيدنج دولت مهمين جدا جدا، ممكن تيجي في الامتحان ديفينيشن واحده فيهم وتقول واختياري نوع الفيدنج ايه، ممكن تيجي في الامتحان واحده فيهم ترو اند فولس، تقول لك مثلا نو بريست فيدنج از جيفن اند انفنت از فيد اون فورمولا اونلي ات از نون مثلا از كومبلمنتري فيدنج ترو اور فولس. فمهمه جدا الجزئيه دي. تمام. طيب ايه هي، انا عندي الفورمولا دي حاجه ارتفيشال، حاجه الانسان هو اللي صنعها وعلى قد ما بيقدر بيحاول يوم عن يوم، الشركات بتحاول تطلع انواع من الالبان ان هي توصل لكفاءه وكل مميزات البريست ميلك بكل محتوياتها الغذائيه وكل كل خصائصها. رغم من ذلك لان في البوتل فيدنج او الفورمولا فيدنج دي لها عيوب، لها ديس ادفانتج. ايه هي منها ديس ادفانتج بتاعتها؟ اول حاجه الاسترفيشن. استرفيشن يعني المجاعه، استرفيشن يعني مجاعه. مجاعه ازاي؟ الفورمولا فيدنج ده عباره عن لبن بودر والام هي اللي بتحضر الرضعه، الام عندها معلومات قليله جدا او ما تعرفش اصلا تحط كم مكيال على قد ايه ميه، ما عندهاش معلومات مثلا ان هي لازم تحط المكيال بالظبط على حسب كل سن طفل، الطفل رضعته ياخد قد ايه، كل قد ايه، كل ده lack of knowledge. تمام. ممكن تحط مكيال على 100 سنتي يبقى diluted. الام اصلا حالتها الماديه، اللبن ده احنا عارفين ان هو غالي، حالتها الماديه مش سامحه ان هي كل اسبوع تشتري علبه لبن او كل كام يوم علبه او علبتين لبن، فبتعمل ايه؟ بتديليوت الفورمولا، يعني بدل المكيال على 30 لا تروح تحط مكيال على 100، والطفل بيشرب ميه مش بيشرب نيوترانت، بيشرب فلويدز ميه، ففي الحاله ديت بيبقى في استرفيشنز. تمام. طيب تاني حاجه، طالما ايدينا دخلت في الموضوع، ايدينا مسكت الببرونة، مسكت البوتل نفسها، اتعقمت ما اتعقمتش، اتغسلت اتغلت نضيفة مش نضيفة، حد مسك التتينة بايديه، تمام، فدي تعرضت لمايكرو اورجانيزم. فتاني مشكلة او تاني عيب ريسك ان يحصل انفكشن، والاطفال دولت بيبقى ريسك اوي ان هما يدخلوا في جاسترونترايتس، ريسك جدا لاسباب كتيره، لاسباب المايكرو اورجانيزم اللي موجوده على اللبن او البوتل او التتينه، نتيجه ان الايد كتره الايادي اللي بتمسك البوتل، نتيجه ان الطفل اصلا الميلك اللي بياخده الاميونوجلوبينز مش موجوده فيه، لان الاميونوجلوبينز موجوده في البريست ميلك، فالطفل مناعته بتبقى ضعيفه، فبيبقى ريسك جدا ان هو يدخل فيه انفكشن. طيب تالت عيب عندي، احنا قلنا من مميزات البريست ميلك ان هو ايزي ديجستابيليتي، ايزي ديجستابيليتي وفي بروبيوتكس. هنا اللبن ده على حسب نوع اللبن ايه، سواء كان لبن بقى لبن طبيعي، لبن مثلا هو لبن بقري كاو ميلك او بافلو ميلك، او اللبن اللي هو الدراي ميلك اللي موجود في الصيدليات العلب، اللبن المعلب ده بيبقى تقيل جدا على معدة الطفل، فبقى مشكلته ان هو difficulty to digest، difficulty to digest بيعمل مشاكل كتيرة جدا في جي اي تي، من الكوليك والديستنشن والفوميتنج، يعني تقيل جدا على الطفل. تمام. عندي الانواع، عن انواع الملك. تمام. الملك ممكن يكون في صورة من اتنين، يا في صورة ليكويد اشتريه ليكويد سائل، او اكون انا هو موجود عندي في صورة سائل وهنتكلم على انواعه، او ممكن يكون دراي. يبقى الفورمولا، فورمولا بتتحضر، ممكن تكون متحضرة هي انا جايباها ليكويد سائلة حضها للطفل على طول، او ممكن تكون دراي وانا هحضرها احطها على مية واحضرها بحيث تبقى ليكويد واديها للطفل يبدأ يعمل ساكينج. اول حاجة الليكويد ميلك السائل ميلك، في عندي نوعين، اول نوع اللي هو الفريش ميلك. فريش ميلك ده ايه؟ اللي هو الالبان اللي احنا عارفينها، اللي هو الفريش كاو، بافلو، جوت ميلك، البان الماعز، لان في بعض الاماكن النائية بيدوا الاطفال جوت ميلك، او اللبن اللي موجود دلوقتي اللي هو الباستر، باسترايزد ميلك او الترا باسترايزد. باسترايزد والترا باسترايزد يعني بيحاولوا ان هو يزودوا
مدة الصلاحية بتاعة اللبن ويقللوا البكتيريا، وجود البكتيريا في اللبن. يبقى أنا عندي أول نوع من اللبن من الميلك اللي هو الليكويد ميلك، اللي هو موجود في صورة سائلة، إن أنا بشتريه في صورة سائلة، اللي هو أول نوع اللي هو الفريش ميلك. أنا بننزل البقال تحت بنجيب كيلو لبن، نص كيلو لبن بقري جاموسي ده فريش، واغليه واديه للطفل في الببرونة، تمام، أو أشتري لبن متبستر. طيب بقول لي بالنسبة، في معلومة مهمة جدا، ان اولا ممنوع بن عن بتة اول سنه كل المؤسسات، ان هي ريكومندد ان انا ما اديش الكاو ولا البافلو ميلك قبل سنه، يعني نيفر جيف الانفانت بافلو او كاو ميلك قبل سنه. نديه امتى؟ نديه بعد سنه. طيب هنديه بعد سنه الكاو ميلك هيتاخد زي ما هو كاو ميلك، مفيش اي مشكله خالص. طيب البافلو ميلك لا، بقول لي خلي بالك ان البافلو ميلك الكونستيتيوشنز بتاعته او الكومبوزيشن بتاعه الميلك ومكوناته مختلفه عن البريست ميلك، مختلفه جامد، تمام. فبالتالي هنعمل شويه موديفيكيشن، تعديل للفريش بافلو ميلك. هعمل ايه موديفيكيشن؟ موديفيكيشن بيقول لي اول حاجه اللبن ده لازم اعمله ديليوشن، هخففه باكمل ايكوال اماونت. يعني انا اول حاجه ديليوت الميلك، اخففه بكميه قد ايه؟ ايكوال اماونت اوف ووتر. يعني ايه؟ يعني انا لو انا عندي دلوقتي 50 ملي لبن، هخففه هضيف عليه 50 ملي ميه. يبقى اول خطوه ان انا ديليوت ميلك ويز ان ايكوال اماونت اوف ووتر، نفس الكميه من الميه. طيب بعد كده بقول لي هضيف 5 جرام شوجر، 5 جرام شوجر لكل قد ايه؟ لكل 100 ملي اوف ديليوتد ميلك، كل 100 ملي اوف ديليوتد ميلك اند ميكس ويل. 5 جرام دي اللي هي بتعادل لي قد ايه؟ الام في البيت مش هتعرف 5 جرام، ما عندهاش مثلا الميزان اللي هو بتاع الجرامات ده. طب هتعرف ازاي او انا اعرفها ازاي 5 جرام دي اللي هو بمعدل معلقه شاي صغيره؟ اقول لها معلقه شاي صغيره كده امليها سكر وحطيها على الميت لبن المخفف، تمام. طيب بعد كده تغليه، وتغلي كويس جدا، وهي بتغلي تقلب، تغلي لمده قد ايه؟ ربع ساعه. The modified milk should be boiled for 15 minutes. يلا بقول لي في حاله الفريش ميلك، حاله الكاو والبافلو ميلك ما بنديش قبل سنه. طيب بعد سنة الكاو ميلك هياخده زي ما هو عادي، هنغلي اللبن كويس جدا لمدة ربع ساعة وتدي للطفل وسيبه يبرد وتدي للطفل. طب بالنسبة للبافلو ميلك لا، الكومبوزيشن بتاعة البافلو ميلك عالية جدا، عن تقريبا الضعف واكتر من الضعف، وهنشوف دلوقتي عن البريست ميلك. طب انا هعمل ايه؟ بقولي اول حاجة هخفف اللبن بنفس الكمية من المية، وبعدين هضيف 5 جرام شوجر على كل 100 ملي. 5 جرام دي اللي هي معلقة شاي صغيرة من السكر. بعد كده هحطه على النار تغليه كويس جدا لمدة ربع ساعة. في هنا مثال example to prepare 100 ملي of homogenized milk. 50 ملي بافلو ميلك هضيف عليهم 50 ملي مية، ان انا هخففه بنفس الكمية عشان يعملوا لي 100، تمام. المية دي احنا قلنا هنضيف عليها ايه؟ 5 جرام، اللي عبارة عن معلقة شاي من السكر، وبعدين احطه على النار واغليه لمدة ربع ساعة، وبعد كده احطه في الببرونة واسيبه ايه؟ يبرد، او احطه في حاجة كده فيها مية ساعة، احط الببرونة في حاجة فيها مية ساعة عشان تبرد معايا بسرعة، والببرونة لازم تكون متعقمة كويس. ليه بنخفف البافلو ميلك؟ لان الكومبوزيشنز بتاعة الفريش اند هومونايزد بافلو ميلك with human milk مختلفين، زي ما في الجدول هنا مبين. انا عندي ده الهيومن ميلك اللي هو البريست ميلك، وده الفريش بافلو ميلك. نبص كده بالنسبه للبروتين، البروتين في الهيومن ميلك 1، بالنسبه للبافلو 4 اضعافه، بالنسبه للفات في الهيومن ميلك 4، بالنسبه في البافلو 7، يعني تقريبا الضعفين الا حاجه بسيطه. كربوهيدرات هنا 7 بس، بيقول لي في البافلو ميلك قليل جدا 4، عشان كده انا بحط سكر. الكربوهيدرات في الهيومن 7، في البافلو 4، عشان كده انا هنا بحط ايه؟ سكر للبن. طب ليه جت منين 5 جرام دي؟ عشان بيقول لي ان عشان اوصل ل 7 جرام اللي هي شبه نفس الاماونت بتاعه الهيومن ميلك، بيقول لي 7 جرام دي عباره عن 2 جرام زائد 5 جرام شوجر،
تمام. طيب 2 جرام دي جت منين وسكان هم هنا 4؟ ما هو انا ببقى عامله ديليوشن للبن، يعني لو هي 100 مللي انا ببقى نصها لبن ونصها ميه، فال2 جرام دي اللي هي نص ال4، تمام كده، اللي هي بيقول لي نص هاف سترينث اوف بافالو ميلك عشان انا مخففاه. فهنا الجدول ده وضح لي ليه انا لازم اعمل موديفيكيشن للايه، للفريش بافالو ميلك. طيب تاني نوع بعد الليكويد، احنا قلنا الفورمولا يا دراي يا ليكويد يا دراي. دراي ميلك، الدراي ميلك ده بيتحضر ازاي؟ ان هما بيعملوا ايفابوريتنج، بيبخروا الميه من الليكويد ميلك بس بيجففوه، اسمه لبن مجفف اصلا، تمام. وبيقول ان كل 100 مللي من اللبن بيتحول لما بيتجفف بيتحول لقد ايه؟ ل 12.5 جرام بودر. طيب في مميزات، ده بقى في مميزات كتيره قوي قوي قوي. ازاي؟ ان الدراي ده بيبقى ستيريل، ستيريل، لا بقعد بقى اغلي ولا بعمل ولا استرل، تمام. وبقى هايلي سولوبل، بيدوب بسرعه جدا. تاني حاجه، تالت حاجه كونستانت ان اس كومبوزيشن، يعني ثابت. يعني البافلو ميلك لما اجي اخففه الام ممكن تحط 50 بافلو على 100 ميه، ممكن السكر معيار المعلقه، ما معلقه صغيره معلقه كبيره ممكن ما يظبطش منها، ممكن تنسى تحط سكر، ممكن تحط سكر كتير وما تعرفش اصلا، ما عندهاش معلومه كافيه فما تعرفش انها تحط سكر قد ايه، ممكن تحط معلقه سكر كبيره. فالكومبوزيشن بتاع اللبن اللي حضرته كل رضع عن التانية هيختلف، انما هنا لا، ده دراي ميلك ده معمول بمعايير معينه، علبه اللبن نفسها معموله بمعايير وبجرامات، بابا مكتوب على العلبه من بره بروتين قد ايه وكربوهيدرات قد ايه وفات قد ايه، فالكومبوزيشن هنا ثابته في كل رضعه، تمام. في حاجه تانية، انا اللبن الدراي ده انا ممكن اضيف عليه حاجات واشيل منه حاجات. ازاي؟ انا ممكن اضيف عليه كالسيوم، اعمل له موديفيكيشن واضيف عليه كالسيوم، ممكن اعمل له موديفيكيشن واحط عليه ايرن، ممكن اعمل موديفيكيشن واشيل الماده اللي في اللبن لو عامله لي اليرجي في الطفل وعامله لي مشكله زي اللاكتوس فري، حالات الجلاكتوسيميا، ممكن ازود عليه شويه حاجات انتي ميكروبيال او انتي بكتيريال عشان للاطفال اللي عندها لو اميونيتي واللي بتدخل كل شويه في جاسترونترايتس. فده من السهل جدا الالبان دي اعمل لها موديفيكيشن، وده اللي موجود في السوق، في انواع كتير جدا من اللبن. يقول لك طفل عندك اسهال، في نوع معين من الصيدليه هات له الاسهال، طفلك عنده حساسيه من اللبن معين هات له لبن اسم الفلاني الفلاني، تمام. فده ميزه جميله جدا ان انا اقدر اعمل موديفيكيشن للدراي ميلك. طيب في عندي انواع من دراي ميلك، في انواع كتيره جدا جدا جدا، زي ما قلت لكم الشركات بتتسابق وبتحاول تطلع انواع مختلفه، ان هي بحيث ان الاب يلاقي، الاب او الام تلاقي الحاجه اللي هي عايزاها على حسب حاله طفلها موجوده وتشتريها، تمام. فالدرايد هو اول نوع اللي هو درايد هول ميلك، اللي هو اللبن البقري بالظبط وجففوه وما عملوش عليه اي موديفيكيشن، ما تعملش عليه اي موديفيكيشن، فعشان كده بقول لك هو سيميلر اون كومبوزيشن اوف كاو ميلك، هو كاو ميلك زي اللبن النيدو كلنا عارفينه، فعشان كده اسمه درايد هول، هول هول ميلك يعني كل اللبن زي ما هو، تمام. فبالتالي لما هو كاو ميلك فانا مش هقدر استخدمه للطفل قبل سنه، مش هقدر استخدمه للطفل ايه اللي هو الانفانت قبل سنه، نفس المشكله. تاني نوع اللي هو الموديفايد كاو ميلك، هو بقى الكاو ميلك بس هنا بقى مش هول كاو ميلك، لا ده موديفايد، عمل فيه شويه موديفيكيشنز. ايه مشكله الكاو ميلك في الاطفال؟ ان هو بيعمل اليرجي، اليرجي وبيدخلهم في جاسترونترايتس. طيب الالرجي في الكاو ميلك سببه ايه؟ سببه بروتين معين موجود في اللبن ده اسمه الكازيين. مشكلة ان الكاو ميلك فيه نسبة عالية جدا من البروتين الكازيين، الكازيين ده بيعمل الرجي للاطفال خصوصا البري تيرم وبيعمل لهم مشكلة جامدة جدا، فهم بيعملوا موديفيكيشن، هم بيشيلوا الكازيين ده او بيقللوه على قد ما بيقدروا. تاني حاجة ان هم يضيفوا عليه فيتامينز بقى ومينرالز زي الايرن وفيتامين دال والكلام ده كله ممكن يضيفوه، تمام. طيب تالت نوع لحالات معينة بقى، ان انا اعمل موديفيكيشن بس لحالة معينة، زي ما قلت لكم حالات الجالاكتوسيميا،
جالاكتوسيميا عندها ألرجي من اللاكتوز، طب ما أنا أروح أعمل لهم لبن لاكتوز فري، وفعلا موجود في السوق اسمه كده لاكتوز فري ميلك زي نوع الأيزوميل 1، تمام. فده موديفايد سبيشيال، سبيشيال يعني الاطفال عندهم ميتابوليك ديس اوردر معينه او عندهم ديس اوردر معين زي حالات اللبن اسمه لاكتوس فري ميلك لحالات الجلاكتوسيميا. طيب نوع تاني، في اسيديفايد ميلك، اسيديفايد ميلك اتعمل ليه شويه اسيديفيكيشن، ليه؟ بيقول لي عشان تو فاسيليتيت الدايجيشن، يسهل الهضم شويه والابسوربشن للطفل نتيجه احتوائه على اللاكتيك اسيد. في منه نوعين اللي هو الفول كريم والهاف كريم، فول كريم يعني كامل الدسم وهاف كريم، تمام. طيب دلوقتي اتكلمنا عن انواع اللبن، قلنا ليكويد او درايد، وعرفنا انواع الليكويد وعرفنا الدرايد بانواعها ومميزات الدرايد. طيب انا ازاي بقى احضر الفورمولا؟ الطفل في البريست فيدنج احنا شرحنا المحاضره اللي فاتت، قلنا ان هو الطفل بالنسبة للفريكوانسي والديوريشن محكومة، لا يعني ايه؟ يعني الطفل هيرضع كل ما هيجوع، اون دوموند الطفل هيقعد على صدر مامته للفترة لحد ما يشبع، الديوريشن مش محددة، تمام. عدد الرضعات مش محددة على مدار اليوم day and night، بس اهم حاجة ما تقلش عن 8 رضعات للطفل اللي بيرضع بريست فيدينج. طب انا عندي الفورمولا دلوقتي، الطفل ده انا احضر له رضعة قد ايه؟ احضر له رضعة قد ايه؟ يعني طفل لسه مولود اروح اعمل له رضعة 200 سنتي وادهم له، ولا احضر له، ولا طفل عنده سنتين واحضر له 30 سنتي وادهم له؟ قال لي البريباريشن اوف فورمولا دي اللي هو ان انا في بعض المعادلات مهم جدا اعرفها اللي هي بتحسب لي ان الطفل في الرضع هياخد قد ايه، تمام. في اول حاجه بيقول لي according to fluid requirement، انا هحسب الرضعات بتاعه الطفل على حسب احتياجه للفلويدز. احنا قلنا ان الاطفال كلها احتياجها للفلويدز 150 للانفانت اول سنه 150 مللي بير كي جي بير داي، هو الطفل بيحتاج 150 مللي بير كي جي بير داي. يبقى معناته كده اشوف وزن الطفل قد ايه وهمسك الوزن ده هضربه في 150، فساعتها هيقول للطفل محتاج كمية معينة من السوائل اللي هي كذا على مدار اليوم كله. هل الرقم اللي يطلع لي ده على مدار اليوم كله، طب ما انا اقسمه بقى على عدد الرضعات وساعتها اعرف الرضعة قد ايه احضرها. بيقول لي في ستاندر للفورمولا فيدينج لعدد الرضعات في اليوم اللي هو 6، يعني الفورمولا فيدنج الاطفال اللي بتاخد فورمولا فيدنج عدد رضعاتها في اليوم 6. ما هي سهله اهي، يعني انا عندي اكوردنج تو فلويد ريكويرمنت الطفل بيحتاج اول سنه 150 مللي بير كي جي، لو الطفل وزنه سي مثلا 4 كيلو يبقى هضرب ال 150 في 4 كيلو هيطلع لي قد ايه؟ هيطلع لي 600، ال 600 ده على مدار اليوم كله، على مدار اليوم. طيب انا عايز اعرف الرضعة احضر فيها قد ايه، هقسمها على عدد الرضعات اللي هو 6، يبقى 600 على 6 هيدينا 100، 100 ايه؟ 100 ملي في الرضعة الواحدة، يعني الرضعة هحضرها للطفل 100 سنتي. ده بناء على حسب وزن الطفل، لان الاطفال مرحلة الانفانت زي ما احنا عارفين ان هي من ساعة الولادة لحد سنة، فالوزن بيختلف، فعلى حسب وزن الطفل الاماونت عنده كل ما بيزيد في الايه في السن كل ما بيزيد ايه وزنه. تاني باول حاجه according to fluid requirement الانفانت بيحتاج قد ايه؟ 150 مللي بير كي جي بير دي، يبقى انا هضرب الوزن في 150، سي مثال عندي الطفل 4 كيلو يبقى انا هضرب ال 4 كيلو في 150، 4 في 150 يدينا 600 سي سي في المدار اليوم كله، هقسمها على عدد الرضعات اللي هو 6 amount of fluid required per day على total number of feed، هي 600 على 6 هيدينا 100 مللي، 100 مللي دي الرضعه الواحده، 100 مللي ايه في الرضعه الواحده. طيب تاني طريقه قال لي على حسب الكالوري ريكويرمنت، على حسب الكالوري، انا عندي الانفنت احنا عارفين ان هو بيحتاج من 100 ل 120 كالوري بالكيلوغرام بير دي، يعني كل كيلو عنده بيحتاج في اليوم من 100 ل 120 كالوري، تمام. وقلنا الافرج بتاعهم اللي هو 110،
طيب انا عندي دلوقتي ده كده كالوري، طب ما انا الكالوري ده عايزه احوله لسنتيمتر لملي، لان السائل الوحده القياسيه للسائل للسوائل عندي الملي اللي هو السنتيمتر، احولها ازاي؟ بيقول لي الكالوري في معادله بتقول لي ان الكالوري ان الكالوري ب 20، ايه ان الوانس ده مكيال كتلة فيه 20 كالوري، ان الوانس الواحد فيه 20 كالوري، يبقى انا ساعتها هحول الكالوريز اللي هتطلع لي دي لوانسز، لكم وانسز؟ تمام. وبعد كده الوانسز دي الوانسز دي هحولها لايه؟ لسنتيمتر. ازاي؟ ان الوانس الواحد بيعادل لي 30 سنتي. تاني according to calories requirement الانفانت بيحتاج من 100 ل 120 كالوري بالكيلو جرام بير دي. تمام. طيب لو افترضنا ان الطفل مثلا وزنه 4 كيلو، هو نفس الطفل، همسك 100 الاولانية، هما غالبا بياخدوا اللور ليميت اللي هو 100، هضربها في 4 طلع 400 كالوري في اليوم. 400 كالوري، طب ده كالوري انا بعرفش اعايره، انا عايزة حاجة لوحدة مقياس للسوائل، السوائل اللي هو السنتيمتر. تمام. طيب الكالوري دي هحوله للوانسز، احوله ازاي؟ بيقول لي ان الوان وانس فيه 20 كالوري، يبقى انا همسك الرقم ده واقسمه على 20 عشان الرقم اللي هيطلع لي ده بالوانس، يبقى انا ضربت 100 في 4 كيلو، 100 كالوري في وزنه 4 كيلو، طلع لي 400 كالوري. 400 كالوري اقسمهم على 20 عشان احول الكالوريز لوانسز، يبقى عبارة عن ايه؟ 20 وانس. تمام لحد كده؟ يبقى انا عندي 400 كالوري هقسمها على 20 هيطلع لي 20 وانسز. طب ال20 وانسز دي عايزة احولها لسنتيمتر، 20 وانسز هضربها في 30، لان الوانس الواحد بيمثل لي 30 سنتي من السوائل. تمام. يبقى امسك ال20 اضربها في 30، الرقم اللي هيطلع لي هقسمه على عدد الرضعات، عدد الرضعات اللي هو كام؟ 6. يبقى 20 في 30 على 6 يساوي 100 ملي في الرضعة الواحدة. 6 اللي تحت دي اللي هي عدد الرضعات في اليوم، 20 دي 20 وانسز، 30 دي اللي هي 30 سنتيمتر، لأن الوانس الواحد فيه 30 سنتي، يبقى اضرب 20 في 30 على 6، الرقم اللي هيطلع لي بالسنتيمتر أو بالملي، سوري سي سي مش سنتيمتر، سي 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 اللي هو ملي، سوري يا جماعة ما فيش مش سنتيمتر، سي سي قصدي سي سي اللي هو ملي، يبقى 100 ملي في الرضعة الايه؟ الواحدة. دي تاني حاجة اللي هو according الايه؟ الكالوريز ريكويرمنت. طب تالت حاجة عندي فيها على حسب وزن الطفل، infant weight. احنا اصلا في الكالوري كان العامل الاساسي عندي الوزن في الكالوريز، بالنسبة لأول حاجة اللي هي الفلويد ريكويرمنت كان العامل المشترك برضو الوزن. طب ما طالما الوزن هو الأساس، طب ما أنا نعمل له أصلا معادلة لوحده according to infant weight على حسب وزنه. إزاي؟ بيقول لي الفوليوم إن سي سي برفيد، يعني أنا محتاجة كم ملي للرضعة، بيساوي وزن الطفل بس بالجرامات على 36، وزن الطفل بالجرامات على ايه؟ على 36. مثال هنا ان الطفل برضو وزنه 4 كيلو، يبقى 4 كيلو بالجرام اللي هي ايه؟ 4000 على 36، رقم هيطلع لي 110 ملي بير فيد في الرضعة الواحدة، هحتاج 110 ملي. تمام كده؟ 3 معادلات دول مهمين جدا جدا، لا يخلو من الامتحان، بيجي عليهم امثلة وبيجي اختيارات، الاختيارات بتكون الإجابة بعد ما بتعمل المعادلة. تمام. يبقى ده preparation of formula في according to fluid requirement اللي هو 150 في وزن الطفل بالكيلوجرام، وبعد كده الرقم اللي بيطلع لي بقسمه على عدد الرضعات اللي هو 6. تاني حاجة according to calories requirement للإنفانت، أنا عندي الإنفانت بيحتاج من 100 ل 120 كالوري بالكيلوجرام، فهاخد 100 أضربها في وزن الطفل
والرقم اللي هيطلع لي هقسمه على 20 ان عشان احوله للونسز، والكم ونس اللي هيطلع لي هضربه في 30 على 6، وساعتها هيكون اللي هو فوليوم ان سي سي بير ايه بير فيد. تالت حاجه اكوردنج تو انفانت ويت، المعادله فوليوم ان سي سي بير فيد بيساوي ويتين جرام على 36. 4 يبقى 4000 على 36 الرقم هيطلع لي 100 مللي بير ايه بير فيد. نتنقل بعد كده للتكنيك. التكنيك مش هنتكلم عنه باستفاضه لان التكنيك مر اكتر ان هو كلينيكال، حاجه بتعملوها بايديكم، وده اصلا بروسيجر بتاخدوه في العملي لماده تمريض الاطفال. تمام، فالتكنيك يعني في بعض الحاجات كده هقول لكم عليها سريعا. ان اللبن لازم تكون الببرونه مغليه كويس وتكون نظيفه ولها مواصفات معينه، والتتينه لها مواصفات معينه. بتحضر الاماونت اللي مكتوبه في التذكره للطفل، ولو في اي انستراكشنز معينه زي مثلا ميديكيشنز او في بروسيجرز معينه هتتعمل قبل الفيدنج بتعمليها. الطفل لازم يكون نظيف، الطفل لازم يكون جعان، الطفل لازم يكون قاعد في بوزيشن معينه. لو هتوزني الطفل بتوزني قبل الرضعه، وبعد كده بتجيب الرضعه هتجهزيها يا اما جاهزه في التلاجة، لو جاهزه في التلاجة هتدفيها، او لسه محضراها هتبرديها، وبعد كده تبداي تعملي لها تيست درجه حراره وتقعدي الطفل في سيمي سيتنج بوزيشن، وتبداي الايه ترضعيه، وتكوني حاطه حاجه على الشيست بتاعته عشان تحمي الشيست لو فيه اي ميلك نزل من بقه ولا حاجه او حصل فوميتنج، وتعملي اركتيشن في النص الرضعه وفي اخر الرضعه. تمام، والاركتيشن اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت بالبوزيشنز بتاعته. تمام، وفي الاخر بتعملي دوكيومنتيشن بقى لكل حاجه، للديت والتايم والاماونت والتايب اوف ميلك، ولو في حصل اي كومبليكيشنز ولا اي رياكشن من ايه الطفل. طيب بيقول لي خلي بالك ان الفورمولا فيدنج دي فيها ميستيكس كتيره بتحصل عندنا في العرب، في 5 كومن ميستيكس بيحصلوا. ايه؟ اول حاجه ان الام تحضر الببرونه وتسيبها للطفل هو يقعد يرضع نفسه لوحده، يقعد يلعب فيها بقى، تقع منه تتلوث ياخد هوا، فده ليفينج بيبي وذ فيدنج بوتل ان اتندنت. يعني ان اتندنت يعني لوحده من غير حد ما يكون قاعد معاه، زي ما في الصوره هنا الطفل هو اللي ماسك الببرونه، والببرونه اصلا فاضيه ما فيهاش لبن، وعمال يعمل ساكنج ده بياخد هوا فبيعمل له ايه كوليك. ممكن يحصل فوميتنج اصلا والطفل يحصل له اسبريشن نتيجه ان لوحده محدش واخد باله. تمام، طيب تاني حاجه ان الفتحه بتاعه التت بتاعه البوتل تكون كبيره قوي فتنزل كميه لبن كبيره، يا اما تكون ضيقه جدا والطفل يقعد يعمل ساكنج 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 ويعمل افورت عشان ياخد الاماونت اللي هو محتاجها، فيتعب من كتر الارهاق فيتعب وينام وما ياخدش الريكوايرد ايه نيوترنت بتاعته. تاني حاجه يبقى الفتحه، وهي الموست كومن اكتر ان هي تو لارج. انت لما تروح المستشفيات وهتشوفوا هتلاقي التتينه اصلا مفتوحه على اخرها، ودرجه ان هي بتدخل جوه بق الطفل بتنزل اللبن كله والطفل ما بيقدرش يبلع وممكن يأسبريت. تمام، فهي بتبقى يا تو لارج يا تو نارو ايه اوبننج. لو كبيره الطفل هيشرق منك شوك او اسبريت، صغيره هيتعب وينام ومش وهياخد هوا ومش هيكمل الاماونت بتاعته، فبالتالي وزنه مش هيزيد. تالت حاجه البوتل دلوقتي اسعارها بقت غاليه جدا، وعشان نجيب ان البوتل اللي فيها الكاركترستكس المسموح بيها الكويسه وكل شويه تتغير نتيجه ان هي بتتغلى وكده، هي مصنوعه من البلاستيك اصلا، المفروض ما تبقاش من بلاستيك اصلا، فتكلفة عالية. غير ان الام هتشتري اللبن غير البامبرز فده تكلفة عالية، ففي امهات بتروح تستخدم اي بوتل قدامها تغسلها كويس وتنظفها وتغليها وتيجي تحط فيها تتينة وتستخدمها. هو بصراحة الحركة دي ما بقتش موجودة قوي اليومين دول، بس ما زالت موجودة في الصعيد وفي جنوب مصر تحت، يعني هي في ناس لسه بيستخدموا اي بوتل معينة. تمام، زي مثلا ازازة الكوكولا او ازازة دواء معينة وينضفوها ويغسلوها كويس ويستخدموها تاني. فالتالت ميستيكس اللي هو يوز اوف اني افيلابل ايه بوتل، وده بيدخلهم طبعا في مشاكل انفكشن وغاستروانترايتس. رابع ميستيكس عندي واحنا اتكلمنا عليه من ضمن الديس ادفانتج بتاعة البوتل فيدنج، اللي هي اللي هي بتؤدي الى ستارفيشنز المجاعة، اللي هي اوفر ديلوتد فيد.
اوفر ديليوتد يعني زي ما قلت لك اللبن غالي، الام حالتها الماديه مش كويسه، نتيجه يا اما ignorance الام مش فاهمه مش فاهمه، يا اما بفرتي معهاش فلوس فتقوم ايه تخفف اللبن، بدل ما تحط مكيال على 30 زي ما قلت لكم، لا تحط مكيال على 100 وتديله الرضع بتاعته بمكيال واحد وايه وياخد ميه طبعا وبعدته تتملى ويشبع وينام، بس وزنه مش هيزيد. تمام. اخر حاجه، اخر ميستيكس اللي هو فريكوينت كراينج. فريكوينت كراينج ده جاي منين؟ جاي من الاولانيه، اوفر ديليوتد. هو الطفل مش بياخد النيتروجين بتاعته كويس، بياخدها كلها ميه، ما هي الميه دي اصلا بتقعد في المعده ما بتكملش 10 دقايق ربع ساعه وبتمشي، ما بتكملش، فبيجوع تاني، فالطفل يقعد يعيط، فلما يعيط ياخد ايه يحصل له ابدومينال بين وكوليك نتيجه ان الهواء اللي بيدخله. تمام. يبقى في عندي 5 كومن ميستيكس في البوتل فيدينج مهمين جدا جدا، ان انا اسيب الطفل لوحده بالبيبرونه، ان انا يبقى تو لارج يا تو نارو، يا اما استخدم اي بوتل زي ازازه كوكا كولا او الميديسين بوتل، ان يبقى في اوفر ديليوتد فيد، يا اما في فريكوينت ايه كراينج للطفل نتيجه ان هو جعان اصلا اندر فيدينج. طيب، طب بالنسبه للبري تيرم، الكلام ده كله للانفنت العادي الفول تيرم. البري تيرم احنا في الطبيعي عندنا الفيدينج نوعين كبار، نوع انترال وبارنترال. انترال يعني الطفل بياخد عن طريق الاورال يا اما عن طريق تيوب بتدخل من الايه من الاورال او من النيزل للمعده او للديودنم. تمام. فيبقى الانترال يعني حاجه داخل الجي تي شغال، انترال الجي تي شغال، بارنترال لا ده الاي في لاينز هو اللي شغاله. تمام. سواء كان بريفرال لاين او سنترال لاين. انترال في عندي اول حاجه اللي هو اورال، اورال يعني الطفل هياخد من بقه يا بريست يا بوتل. تمام. دي ما فيهاش مشكله. تاني حاجه جاستريك، جاستريك يبقى عن طريق انبوبه تيوب، فيدنج تيوب بتدخل من النوز او الماوس مهنيزو او اورو. جاستريك يعني من لحد الاستومك، نيز ديودينال من النوز لحد الديودينام، بوقفها في الديودينام نتيجة ان هو عنده مشكلة في الجاستريك. نيزو جيجينال يبقى من النوز لحد الجيجينام لان هو عنده مشكلة في الجزء الاولاني ده كله، دي اسمها جاستريك. اي اما في جاستروستمي، في فتحة في المعدة نفسها اسمها جاستروستمي، اهي جاستروستمي دي عملية بتتعمل فتحة في الاستومك على السكين بتاع الابدومين ويدخل فيها تيوب، دي اسمها جاستروستمي او جيجينوستومي، بدل ما التيوب دي تدخل في الاستومك لا تدخل في الجوجنم بس من خلال الفتحه في الايه في الابدومين. تمام. يبقى ده تاني طريقه من انترال اللي اسمها جاستريك. طيب بارنترال في عندي اي في فلويدز، يا اما توتال بارنترال ايه نيوتريشنز. اي في فلويدز اللي هو بندي بيها الجلوكوز نورمال سالاينز اللي هي الاي في فلويد العاديه خالص. تمام. بيبقى ماشي على كوكتيل، ماشي على حاجه معينه. توتال بارنترال نيوتريشن ده لو البري تيرم مش هياخد اورال فيدنج لمدة 5 أيام أو 7 أيام، لأ يبقى بعد اليوم الخامس بيتعمل تحاليل للطفل للسيرم بروتين والألبومين والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وكل المينرالز بتاعته بيتعمل لها تحاليل، وبناء عليه دكتورة التغذية بتكتب التوتال برينترال نوتريشن بتاعت الطفل وبتحضرها له وبتتعلق للطفل، وبيكون لونه لون شبه لون اللبن بالظبط، لونه أبيض. تمام. بس ده بيتركب فين؟ في سنترال لاين، سنترال اي في، يا اما في الامبلايكال كاسيتور بقى يا اما في اللونج لاين. طيب دور النيرس ايه هنا او دورنا احنا ايه؟ دورنا ان انا اول حاجه ان انا احدد الطفل ده ان هو هياخد فيدنج ازاي، وده بيتم من خلال الاسسمنت بتاعي، فبالتالي ان النيرس ماست اسس بري تيرمز ويت، تشوف وزنه، شوف الجستيشنال ايج بتاعه هو فول تيرم ولا بري تيرم، شوف حاله السكنج موجوده ولا لا، سوالوينج الطفل بيقدر يبلع ولا لا، ريسبيراتوري كونديشنز نفسه هادي وزي النورمال من 30 ل 60 سايكل بالمينت ولا نفسه عالي عنده مشكله ريسبيراتوري ديستريس، اشوف الجي اي تي اصلا بيتنت ولا في مشكله زي ما هتاخده في محاضره كونجنتال الومي، زي مثلا عندها عنده تراكوسفجيل اتريزيا، هلاقوا في هايبر باريكو تروفيك ستينوزيس. تمام. دي عشان اختار الميثود الكويسه بتاعه الفيدنج. هنعرف ازاي؟ بيقول لي في حاله ان الطفل لو ما يكون الجي اي تي بتاعه
بيتنت يعني مفيش اوبستراكشن، مفيش مشكله، الريسبيريشن مفيش مشكله، الساكنج شغال، الريفلكسز بتاعته كويسه جدا، وزنه فوق ال 1800 جرام، جيستيشنال ايج اكتر من 34 اسبوع، الطفل ده هيرضع من خلال بريست يا بوتل. تمام، يعني ممكن الحاجات دي تيجي في الامتحان في صوره برضو ام سي كيو او ترو فولس، يقول لك بري تيرم انفانت هاز مثلا بيتنت جي اي تي، نو ريسبيراتوري ديستريس، ويل ديفلوبد ريفلكسز، جيستيشنال ايج بتاعه كذا، والوزن كذا، الفيدنج ثرو ايه، ونديك اختيارات. تمام، هيبقى الطفل ده هيرضع بريست يا بوتل لانه ما عندوش مشكله. طيب لو الطفل عنده ساكنج بور ضعيف بس الجيستيشنال ايج بتاعه اقل من 34 ليس ذان 34 ويكس، وعنده مايلد ديستريس يعني من 60 ل 70، مايلد ديستريس 60 ل 70، والوزن بتاعه اقل من 1500 جرام، الطفل ده هيرضع ايه؟ هيرضع من خلال انبوبه، جاستريك فيدنج، انبوبه هريحه، انا هديله في الجي اي تي صحيح بس هريحه مش خليه يعمل ساكنج، هوصله عن طريق انبوبه يا نيزو جاستريك يا جافاش فيدنج. في حاله ان الساكنج لو ضعيف الساكنج، او لو وزن الطفل اقل من 1500 جرام، او لو عمر الرحم الجستيشنال ايج بتاعه اقل من 34 اسبوع، في مشكله في النفس بس مايلد، مايلد، ونخلي بالنا من كلمه مايلد لان في اوبشن تاني هيبقى جاي سيفير، فده هيبقى ايه؟ نيزو جاستريك او كفاش فيد. طب لو سيفير ديستريس، سيفير ديستريس مش هندي اصلا، وهنديله اي في فلو مش هندي. تمام، طيب بقولي لو الطفل عنده فيه بعض كونجيت هيعمل حاجه اسمها تو اف تراكو اسوفجيال فيستولا، تراكو اسوفجيال فيستولا، الطفل ده هياخد فيدنج من خلال جاستروستومي، مهمه ممكن تيجي في الامتحان ام سي كيو. طيب لو الطفل عنده جاسترو اسوفجيال ريفلكس، جاسترو اسوفجيال ريفلكس اللي هو ارتجاع المريء، جاسترو اسوفجيال ريفلكس يعني اللبن بياخده بيرجعه، يبقى انا هرضع الطفل ده ازاي؟ انا هدخله اللبن بعد المعده، بعد المعده يعني حاجه في الايه، ترانس بايلوريك فيدنج، ترانس بايلوريك يعني الانبوبه هتعدي البايلور عشان ما ترجعش اللبن، ما يرجعش تاني، ترانس بايلوريك فيدنج، ده لو عنده جاستروسوفجيال ريفلكس. طيب احنا كده خلصنا البوتل فيدنج، ندخل بعد كده على الويننج اللي هو بالعربي الفطام. ويننج يعني فطام، في لفظ حديث طالع اليومين دول هو اسمه كومبلمنتري فيدنج، كومبلمنتري يعني ده اكل استكمالي، كومبلمنتري ايه؟ فيدنج. هنتكلم فيه، هنعرف يعني ايه كديفينيشن. بيقول للطفل، احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان الطفل هياخد اكسكلوسيف بريست فيدنج لحد كام؟ 6 شهور. طب بعد 6 شهور؟ لا، بعد 6 شهور ان انا هبدا ادخل مع الرضاعه الطبيعيه او مع البوتل فيدنج على حسب الطفل بياخد انه لبن، هبدا ادخل معاه اكل تدريجي بكميات قليله، وهبتدي نوع نوع، وهبدا يوم عن يوم ازود الاماونت لحد ما الطفل ايه، يبقى تولرابل للفيدنج ده. ده اسمه ايه؟ ويننج. ويننج من عند الشهر السادس ان انا هبدا اعمل حاجه اسمها ايه، هو عباره عن كديفينيشن جراديوال اديشن، ان انا هبدا ادخل تدريجي اوف سوليد فود، سوليد فود اللي هو الاكل العادي بتاعنا، تو ذا انفانس دايت، للاكل بتاعه تو ذا انفانس دايت، اكوردنج تو انفانس دايت، واكوردنج تو انديفيديوال انفانس كاباسيتي، على حسب نوع اكل الطفل ايه هو الاكوردنج تو انفانس دايت، سواء كان الطفل بياخد بريست او بياخد فيرمولا، او لو ممنوع من اكلات معينه زي حالات الفينايل كيتونيوريا تبقى ممنوعه من حاجات معينه، فيبقى على حسب الانفانت دايت وعلى حسب الانفانت كاباسيتي. كاباسيتي يعني الطفل بيرضع بياكل كتير ولا بياكل قليل، الكوانتيتي والكواليتي بتاعته. تمام، على الجانب الاخر ان انا بدات ادخل اكل خارجي، ان انا هبدا اقلل جراديوال ديمينيوشن، نبدا هقلل تدريجي جراديوال تدريجي ديمينيوشن، ان انا هقلل لايه؟ لللبن اللي بياخده، سواء كان بريست او ارتفيشال، اوف بريست اور ارتفيشال فيدنج ان فريكوانسي او كوانتيتي. تاني ايه هي الويننج او الكومبلمنتري فيدنج؟ عباره عن ان انا ابدا ادخل اكل سوليد فيد فيدنج جرادوالي اديشن لي، بس على حسب الايه، الانفانت دايت وعلى حسب الانفانت كاباسيتي.
بالمقابل ان انا هبدا اقلل جرادوال ديمينيوشن للبريست ايه ميلك او الارتفيشال ميلك في الفريكوانسي او الكوانتيتي. تمام كده؟ طيب فبالتالي بيقول لي انا هبدا الويننج امتى؟ احنا كلنا عارفين من عند 6 شهور، وفي دبليو اتش او قالت معانا رينج من 4 ل 6 شهور، قالت معانا من 4 لإيه؟ ل 6 شهور. مش عارفة أكتب بالبنتر، ماشي يلا عندي. طيب مش معنى من 4 ل 6 شهور أهو إن أنا هبتدي الويننج، هو في أسباب بتخليني إن أنا أبتدي أدخل أكل للطفل عند 4 6 شهور. لو نفتكر كده من المحاضرات الأولانية خالص، قلنا إن اللبن أو الطفل هو جوه الرحم بيخزن المينرالز والحاجات الأساسية بتاعته اللي تكفيه لحد 6 شهور. طب بعد كده مش مفيش، فهياخدها منين؟ فلازم ياخدها من أكل خارجي، وخصوصا إن اللبن مش موجود فيه الحاجات دي. مثال زي الأيرون الحديد، مثال زي الفيتامين سي. تمام، ففي اسباب هنذكرها اكتر من سبب. اول حاجه نتيجه بقول لي ان الطفل الكباستي بتاعته في الرضعه الواحده ما بتزيدش عن لتر، يعني بصي ان هو كان نوت توليريت مور ذان 1 لتر من السوائل في اليوم، يعني ما يقدرش يحضر اكتر من 1000 سي سي في اليوم. بس الطفل الانرجي بتاعته بتزيد، انرجي ريكويرمنت بتزيد with his increasing need for energy، فمحتاج ياخد كالوري زياده اهو. مور سوليد فود شود بي ادد مع الطفل، كل ما بيزيد في السن فالانرجي ريكويرمنت فبتعلى، فبالتالي الالف سي سي دول مش بيكفوه، فمحتاج ياخد ايه سوليد فود. تاني حاجه بيقول لي ان في الوقت ده in this time ان البريست فيدنج بيبقى inadequate. الديكود ايه؟ ان هو يقابل سبيسيفيك نيوتريشن معينه زي قلت لكم الايرن وفيتامين سي، في بعض المينرالز والفيتامينز كده بتيجي بعد عند الشهر السادس خلاص بتبقى المخزون بتاعها عند الطفل خلصت، فبالتالي بيحتاج انه ياخد اكل ياخدها من مصادر خارجيه. تمام، تالت حاجه بقول اصلا الانزيمات اللي عند الطفل اللي مسؤول عن الهضم الحاجات السوليد فود دي بتبقى اتكونت عند الشهر السادس، يعني enzymes necessary to digest اللي مسؤول عن هضم الكومبلكس structures اللي موجودة في السوليد فود بتبقى أصلا اتكونت عند ايه الشهر السادس، فبالتالي الطفل ايه عند الشهر السادس ممكن ياكل عادي خالص مفيش مشكلة. طيب رابع حاجة ان الطفل أصلا عند الشهر السادس بيبتدي تتكون عنده البيتنج، العض، ان هو عايز يعض يعض في اي حاجه. بيتنج، البيتنج از ان اي اكومبليشمنت يعني اتكونت عنده، ففي الوقت ده مهم قوي طالما بيعض ان انا ابدا ادخله اخليه ياخد ايه ياخد اكلات يبدا ياكلها. تمام، طيب وفي الوقت ده فرصه ان هو بيتعلم الاندبندنسي، ان هو يبدا يتعود على نفسه يمسك معلقه يمسك طبق ياكل نفسه، فده بيتعود على دي فرصه ان هو ايه جود تشانس فور تشايلد تو ليرن اندبندنسي. طيب وفي نفس الوقت الطفل طالما هو في بيتنج يبقى في شوينج وفي سوالو، ان هو الطفل بيبدا اكستمايز ان هو بينمي عنده الشوينج والسوالونج للايه للسوليد فود، فبالتالي مهم جدا مهم ان انا ابتدي من 4 ل 6 شهور ابتدي اعمل ايه ويننج للطفل. في مبادئ معينه او جايد لاينز برينسيبلز امشي عليها او الام تمشي عليها اللي هتبتدي تعمل ويننج بقى، يعني هتيجي عند 4 شهور دي وتبتدي تاكل الطفل اي اكل وباي كميه واي نوع؟ قال لي لا ده في برينسيبلز معينه تمشي عليها. اول حاجه يقول لي ان الويننج هتبتدي بيه لازم الطفل يكون ما عندوش اي مشكله او اي مرض free from any diseases، وخصوصا الجي تي لان هو هيدخل حاجه في الجي تي فمش محتاج اي ترابل، يعني ما يكونش الطفل دلوقتي عنده دايريا فوميتنج وراح ادخل له ويننج دايت. الستارت لازم يكون free from any disease وخصوصا الجي تي ترابلز. تاني حاجه بقول لي مش مستحب ان انا ابتدي ان سمر، ليه؟ لان السمر مشاكله كتيره جدا وخصوصا الجاسترونترايتس susceptible الاول للانفكشن. تمام، طيب تالت حاجه بقول ان هبتدي بنوع واحد، هدخله نوع واحد وهدخله لمده اسبوع، ما
يعني هفضل اول اسبوع امسك نوع معين خضار معين، سي مثلا جزر مسلوق وهرساه، هتبدأ تدخله له لوحده لمدة من 4 لـ7 ايام. ليه؟ عشان لو الطفل كون عنده اليرجي من الحاجة دي تكتشفها، عشان تو ايدنتيفيكيشن اوف ايه فود ان اليرجي. طب الاماونت بالنسبة للفود اللي هتدخله ده، هتبتدي بسمول اماونت، يعني في الوجبة الواحدة معلقة شاي صغيرة، وهتبتدي تدريجي تزودها، يبقى هتبتدي بايه بسمول اماونت اللي هي 1 تي سبونز، وتدريجي هتزود ايه فيو تي سبونز. تمام. ولازم تكون مع قعدة الطفل كويس جدا وعينيها عليه، وان هو ما اسبريتش، ما يحصلش اسبريشن. طيب الام ما تعملش ميكس للاكل وتحطه في بوتل، تحطه في ببرونه وتفتح الفتحه بتاعته كبيره وتدي للطفل كانه بيرضعه. نيفر نيفر دونت ميكس فود ان بوتل. تمام. الام ما تستناش وقت كتير عشان تبتدي تاكله، لان لو ما ابتدتش الطفل خلاص مش هيبقى انترستد، نوت ميبي نوت انترستد. تمام. طيب لان عنده 6 شهور الاكل اللي هتدخله الام للطفل بيتعود عليه وبيحبه. تمام. بعد كده بيقول لي ان هبتدي ادخل له نوع جديد من الاكل، بس امتى؟ دايما السوليد فود هدي للطفل هو جعان عشان ياخده، لو هو شبعان مش هيرضى ياخده، فهرفيوز النوع ده. فانا دايما اوفر نيو فود لما يكون البيبي ايه هانجري. مهم جدا ان انا ما اجبرش الطفل ان هو ياخد الاكل، نيفر فورس الانفانت. طيب الحاجات اللي هي بقى الخضروات والفواكه والنان سويتند فود دايما هبتدي بيها الاول قبل السويتند فود، لان لو بدات السويتند فود الطفل مش هيرضى ياخد الفيجيتابلز والحاجات التانية، فانا هبتدي بالحاجات اللي ايه النان سويتند الاول. طيب ايه هي الميثودز اوف ويننج؟ الميثودز اوف ويننج ان الام هتبتدي بحاجات سوفت الاول، سوفت ايزي دايجستبل، القوام بتاعها ليكويد شويه، سوفت ايزي دايجستبل، حاجات سهله جدا بتتكون من فيجيتابلز، اكتر حاجه اللي هي الفيجيتابلز والفروتس دي سهلين جدا. القوام بتاعها ليكويد، وكل ما بتزيد هتزيد بقى في السمك بتاعها لحد ما تبقى سيمي سوليد وبعدين سوليد. الاماونت هتبتدي بمعلقه صغيره وجرادوال تزود تزود لحد ما تزود في الاماونت ايه معانا. تمام. طيب بقول لي عند 6 شهور الطفل هاكله ايه؟ هاكله دايما حاجات مهروسه، بيوريد فروتس، حاجات مهروسه زي البنانا والابلز والبيرز. الموز همسكها اقشرها واهرسها واديها له، الابلز هبدا اسلقه وبعد كده نديها له. تمام. ممكن اديله سيريالز زي مثلا الحاجات اللي هي الرايس بودينج اللي هي موجود اكتر في الصيدليات اللي هي السريلاكس. تمام. طيب عند 7 لـ8 شهور لا، في بقى بعض الفيجيتابلز عندي هقطعها في شرايح واسلقها له وبعدين اكله منها. ممكن نخلي بالنا الايجز، الايجز مش هاكله البيضه كلها لا، انا هديله ايه الصفار بس، بياض البيض بعد سنه. الايجز عند 7 8 شهور هنديله الايج يالك، الايج يالك اللي هو الصفار زي ما باين في الصوره هنا، ايج يالك اللي هو الصفار. نيفر ان انا ادي ايه ايج وايت قبل سنه، لازم بعد سنه. تمام. هديله كبده فرخه مسلوقه واهرسها له، سمكه ظهر سمكه مشويه واديها له، عصير طماطم، اي عصائر بقى. تمام. طيب عند 9 لحد سنه، من 9 شهور لحد سنه هاديله الاكل في شرايح او فينجر فود، واديها له في ايده ويبدا ايه وهو قاعد كده يقطع فيها، هيكون ساعتها كون سنتين او 4 على حسب كل طفل، ويبدا ايه يقطم ويقطع بيها. تمام. طيب عند سنه، عند سنه غالبا الطفل بياخد كل حاجه، عند سنه هديله بياض البيض، هديله اللحمه، اللحمه ممنوعه قبل سنه هديها له بعد سنه، هديله رز، هديله مكرونه، هديله الفول. تمام. عسل النحل، الزبادي، كل ده عند سنه. تمام. طب من سنه ونص لسنتين هبدا اعمل ايه الاوردينري فود بقى بتاعنا بتاع الفاميلي فود، ان انا ابدا اعمل ميكسينج اكتر من نوع مع بعض، يعني احط رز على خضار، رز على سلطه، واحاول ايه اديها له.
طيب عشان كده مهم جدا وانا في فترة الويننج دي حاجة اكسترنال بديها للطفل، تمام، ان انا اهتم قوي بالكلينلس، بالنظافة، نظافتي انا، نظافة ايديا، نظافة هدومي وانا بحضر له الاكل وانا باكله، نظافة الخضروات اللي انا باكلها له تكون مغسولة كويس جدا ومسلوقة، فمهم جدا الكلينلس عشان ما يدخلش عندي في مشكلة. تاني حاجة الكونسستنسي، القوام، القوام بتاعه ان هو بيبدأ ليكويد وبعدين سيمي سوليد وبعدين سوليد، حاجات سوفت في الاول كده وايزي دايجستابل. في معلومة مهمة جدا بيقول لي نيفر يوز الميكسر اور بلندر، ممكن تيجي في الامتحان ترو فولس، دونت يوز ميكسر اور بلندر ان بريبريشن اوف فيجيتابلز، تمام. طيب تالت حاجة البالكنس، بالكنس اللي هي الايه الكمية، البالك بتاع الحاجة، تمام، لان بقول لي ان الطفل لسه هو صغير المعدة بتاعته صغيرة، مش يعني مش بتحتاج كمية كبيرة، فبالتالي ان انا هبتدي معاه بسمول اماونت وازود تدريجي بالكنس، تمام. بيقول لي في بعض الاخطاء عند الويننج، معلومة ان الويننج عندي الديوريشن بتاعته بتبتدي من اول 6 شهور لحد الطفل ما بيوقف البريست فيدينج. الويننج الديوريشن بتاعته احنا قلنا التايم بيبتدي من امتى؟ من 4 ل 6 شهور. طيب ليه ديوريشن؟ ليه ديوريشن من امتى؟ من ساعة ما ابتديت، سواء ابتديت عند 4 عند 5 عند 6 شهور، من ساعة ما ابتديت لحد ما الطفل ما بيحصل ستوبج للبريست ميلك او الفورمولا ميلك، تمام، لحد ما بيوقف، لان احنا قلنا ان الويننج ده عباره عن ان انا جراديوال اديشن لسوليد فود مع جراديوال ديمينيوشن للايه، للبريست ميلك او البريست ايه او الفورمولا ايه ميلك. جراديوال ديمينيوشن دي نفضل نقلل 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 في الرضاعات بتاعه البريست ميلك لحد ما بتقف خالص، تمام. فدي كلها فتره الويننج. طيب في بعض الميستيكس بقى بتحصل عند نهايه الويننج، عند نهايه الام بقى عايزه توقف البريست ميلك خالص. ايه هي الكومن ميستيكس دي؟ بتعمل ايه؟ ان الام تروح تكره الطفل فيه، لو هي بترضع بريست تكرهه في البريست، ان هي بتعمل ايه؟ بتحط على البريست صبار جينتيانا فايلت ميكرو كروم، تحط عليه اي حاجه بحيث الطفل يكره الايه البريست، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الطفل ما تخليش الطفل يوصل ليه للبريست، تحط له ان هي انترفير وذ تشايلد ريتشنج للبريست. ازاي؟ من خلال ان هي بتوديه عند مامته وتبعده عنها لمده اسبوع اسبوعين، ودي صعبه جدا، بتاثر سايكولوجيكال، لها سايكولوجيكال امباكت جامد جدا على الطفل. تالت حاجه ما هي اللي هي هي كومبليت سيبريشن من الطفل، ان بيحصل بيه كومبليت سيبريشن، تمام. طيب في عندي بعد كده، احنا كل ده فيدنج للانفانت اللي هو اول سنه. طيب عندي فيلينج للتودلر، التودلر بيقول لي ان الطفل هياخد الاكل بتاعه اوردينري دايت، اوردينري دايت هيبقى فيه ميكس من نوعين لتلات انواع مع بعض، يعني رز على خضار، رز على سلطه، سمك على رز، يعني فيه ميكس اكتر من نوع مع بعض، بس الكالوريز بتاعته هتزيد. هيبقى اثناء التودلر، التودلر اللي هو من سنه لثلاث سنين، الكالوريز ريكويرمنت بتاعته 1200 كالوري بير دي. البريسكول بياخد فاميلي دايت عادي اللي هو الاوردينري دايت، الكالوريز ريكويرمنت بتاعته من 1500 ل 1600 كالوري بير دي. للسكول تشايلد من 2000 ل 2500 كالوري بير دي. في حاجات يجب ان تتجنبها في خصوصا من اول التودلر وطالع، زي اللي هي الحاجات اللي بتسبب الشوكينج، الشوكينج ان الطفل يبقى اسبريتد، زي مثلا المكسرات، بتتس شيبس اللي هي الحاجات الشيبسيات والحاجات اللي موجوده بنجيبها من تحت. تاني حاجه الاكل اللي بيسبب الالرجي، بشوف الطفل لو عنده الرجي من حاجه معينه، وده بيحصل من خلال الويننج، ان انا بدخل نوع نوع وكل نوع لمده 7 ايام عشان اعرف اللي عنده الرجي ولا لا، فانا اتجنب الحاجه اللي بتعمل له الرجي. تالت حاجه الاكلات اللي فيها الارتفيشال كولرز، حاجات اللي هي الجانكي فود، جانك فود دي ان هيلث وهتزود الاوبيزيتي عنده، تمام. حاجات السبايسي هبعدها تماما. في بعض البلاد لا ينصح بتناول الايه الهاني للاطفال لان بتسبب لهم بوتوليزم، تمام، في بعض البلاد مش كل البلاد.
كده نبقى مخلصنا الفورمولا فيدنج النهارده، واتكلمنا على الويننج. الفورمولا فيدنج اتكلمنا فيها على سيمبل انتروداكشن بسيطه، اتكلمنا على ايه هي التايبس بتاعه الفورمولا فيدنج سواء كان كومبلمنتري او سبلمنتري او سبستيتيوتيف، واتكلمنا عن الانديكيشنز بتاعتها مين هم اطفال اللي هياخدوا الفورمولا فيدنج، واتكلمنا على التايبس انواع الميلك سواء كان دراي او ليكويد ميلك، وعن عيوب البوتل فيدنج اصلا، واتكلمنا عن التكنيك وقلنا مين التكنيك هتاخدوه في محاضره في مقرر التمريض في الجزء العملي وهتعملوه بايديكم. تمام، واتكلمنا عن الفيدنج للبري تيرم انفانت. بري تيرم انفانت على حسب الطفل الجستيشنال ايج بتاعه وعلى حسب البيرث ويت بتاعه وعلى حسب الجاي تي بيتا سي وعلى حسب ريسبيراتوري كونديشن فيها مشكله ولا لا، فبالتالي هعمل اسسمنت كويس وهحدد الطفل ده هياخد اورال فيدنج ولا هياخد نيزوجاستيك ولا جاستروستومي ولا هياخد اي في فلويد او توتال برينترال نوتريشن. تمام، بعد كده اتنقلنا على الكومبلمنتري فيدنج اللي هو الويننج، وعرفنا الديفينيشن بتاعه وعرفنا هنبتدي امتى والديوريشن بتاعته من ساعه ما ابتدي من 6 شهور لحد ما بيوقف ستوبج للبريست فيدنج، واتكلمنا عن البرينسيبلز واتكلمنا عن الميثودز واتكلمنا عن ان في بعض الميستيكس بتحصل اثناء الويننج. تمام، وعند كل فترة عمرية 6 شهور من 7 لـ 8 من 9 لـ 12 شهر من سنة لسنة ونص الطفل هياكل ايه. وبعد كده قلنا حاجات مختصرة جدا بالنسبة للكالوريز ومهمة، الكالوريز ديت ممكن تيجي في الامتحان بالنسبة للتودلر والبري سكول والسكول، الكالوري ريكويرمنت بتاعتهم في اليوم قد ايه، وايه هي الفود شود بي ايه افويدد اللي غير مرغوب فيها وممكن تدخلني في مشاكل. نتقابل في محاضرة تانية بإذن الله، ولو في أي سؤال اكتبولي وأنا هرد عليكم. السلام عليكم.